جهود مباركة ومتواصلة لخدمة الزائرين الكرام، تنفرد بها مكتبة القرآن الكريم التابعة لشعبة الخدمات التي تقوم بتوفير وترتيب وصيانة المصاحف وكتب الأدعية والزيارة، وذلك بوجود مكتبات خاصة منتشرة في أروقة الصحن الشريف. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. وحدة مكتبة القرآن الكريم من الوحدات التابعة إلى شعبة الخدمات التي تختص بتوزيع المصاحف وكتب الزيارة والأدعية بعدة لغات للزائرين الكرام، إضافة إلى توفير المتارب والسبح بوجود مكتبات خاصة منتشرة في الحرم الشريف والصحن المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدة مكتبة القرآن الكريم هي وحدة تابعة إلى شعبة الخدمات، ومن المهام المناطة بها هي توفير المصاحف وكتب الأدعية والزيارات بعدة لغات مختلفة للزائرين الكرام، فضلا عن توفير الترب والمسابح، وعادة ما يكون كل ذلك من خلال مكتبات مخصصة لهذه الأغراض، تبدأ من داخل الحرم والأروقة خروجا إلى الصحن الشريف وحتى السور الخارجي. أما ذروة العمل فتكون عادة عند إقامة صلاة الجماعة وفي المناسبات الدينية، ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر وذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، وأيضا في زيارة الأربعين وفي ليالي القدر من أيام شهر رمضان المبارك. كما تم افتتاح ورشة تجليد الكتب بإشراف كادر متخصص في فن التجليد لصيانة المصاحف وكتب الزيارة والأدعية الخاصة في الصحن الشريف وصيانة الكتب والمخطوطات وإعادة هيكلتها. تم افتتاح ورشة تجليد الكتب ويشرف عليها أصحاب الاختصاص في مجال فن التجليد، ومن ضمن العمل صيانة الكتب والزيارات الخاصة بالصحن الشريف وأيضا صيانة المخطوطات والكتب النفيسة، وعادة كل هذا العمل رغم بساطته فهو ليس سهلا كما يظنه البعض، إذ يحتاج إلى جهود حثيثة ومتابعة من قبل الخدم على مدار الساعة لإبقاء الصحن الشريف في صورته المشرقة من دون تبعثر الكتب هنا وهناك، فهم جنود مجهولون كما لا يخفى عليكم. ومن ضمن المشاريع التي تم إنجازها هي توحيد كتب الصحن الشريف بلون واحد لتسهيل المهمة على الزائر الكريم، وأيضا يضفي جمالية على المكتبات الموجودة في أفناء الصحن والحرم الشريفين من جهة الرجال والنساء. وإن شاء الله في القريب العاجل وبالتعاون مع شعبة النجارة سيتم تبديل جميع المكتبات الخشبية بأخرى جديدة مما يتناسب مع حاجة الزائر الكريم وبرونق حديث مختلف عن المكتبات السابقة. يا جنة الله لكل الأنام، أرض الجوادين عليك السلام. يا جنة الله لكل الأنام، أرض الجوادين عليك السلام. أرض أبواب النجاة والقباب الشامخات ونزول البركات، عليك السلام. فيك تمحى السيئات وتجاب الدعوات يا ربيع الصلوات، عليك السلام. الكاظمية كعبة للزائرين، الكاظمية ملجأ للحائرين، الكاظمية روضة للمؤمنين. يا آية التقديس والاعتصام، أرض الجوادين عليك السلام. Thank you.